صار على الشارع الرئيسي. بالنسبة للمكان هنا ومكان البيت، جميل قوي، مريح جدا، هادي، نظيف. أنا أحب أسكن في أماكن زي كده. كانبان وا أمينة سان باتم ديس كات ميمي ديس دي كي آر چانلو يوكسو فيلبين كارا كونكاي وا Why I don't want to go back to my father's Egypt for the first time in my life. Foreigner's reaction to Egypt. Nihanno shimasu. Channel no kore jito. Sore de wa sasoko hajimemashou. Minasan konnichiwa. Yaso megumi za Egypt jin desu. Soshite kyou mo watashi no chichoya ga wakai ni yatte kimashita. Zeki yoroshiku omegaishimasu. Konkai hatsu rainichi no 2日目になったんですけれども、どんな印象だったとか、何に驚いたのか、そういう話は全部聞きしたいなと思います。ぜひ最後までご覧ください。では、お願いします。今日レッタ رحنا امبارح。هو لما انت جيت البيت وشفت البيت بقى، قابلت معانا وبعدين روحت على المنطقة اللي احنا ساكنين فيها. ليه بقى؟ We could understand better. اللي أنا ما كنتش متوقع إن هو المكان هنا كان بالنسبة لي إنه في مكان هيكون متطرف شوية، لكن هو تقريبا في وسط البلد. جميل. الشارع الرئيسي في الخلف مش بعيد، حوالي بس هي يمكن دي أو نص عشان أنا أوصل على الشارع الرئيسي. بالنسبة للمكان هنا ومكان البيت، جميل قوي، مريح جدا، هادي، نظيف. أنا أحب أسكن في أماكن زي كده. الارتفاع ده والنظيف والفاسيليتيز دي، مكان جميل جدا. البيت الحمد لله هم كان عندهم ذوق في اختيار بيتهم، ربنا يبارك لهم فيه ان هو يبقى بالطريقه دي بالسهوله دي. الالوان متناسقه جميله، كل الناس والجيران اللي في المكان تقريبا هو نفس السيمتريه، حاجه جميله. طبعا كله عجل بره، الشماسي محطوطين بطريقه معينه، العربيات كلها وبرضه العربيات ما بتتوسخش وما بتتغسلش، انا مش عارف ايه السر، لكن ده انا هفضل ابحث عن السر ده في الفتره اللي انا قاعد هعرف ولازم هعرف. والاجهزه يعني ان احنا بص شايف ده هنا، ده الانتركوم مثلا، النور بالريموت، الكلام ده، ايه كل حاجه الأجهزة. كل حاجه موجوده. البيت فيه كل احتياجاته، واللي هي الاحتياجات ما فيش حاجه اوفر، لكن هو البيت محتاج ده، هو ده اللي في البيت. وحاجات كلها مودرن، في حاجات انا اول مره اشوفها طبعا في حياتي، هبقى محرج لان اتكلم معاها. طبعا احنا في مصر عندنا مثلا يعني البيت بيبقى زحمه ازيد من اللازم، وفي حاجات بتبقى موجوده حتى لو مش هتستخدم، زي نيش او بوفيه، ويبقى محطوط فيه مثلا سيلفر وير او اي حاجه، او طباق او حاجات كده معينه. واحنا يمكن بيبقى عندنا نيش في مصر، دي هي بيبقى محطوط فيه الحاجات دي، المفروض انها بتطلع للضيوف، واحيانا ممكن الضيوف ما يجوش وممكن يجوا ونستخسر احنا نطلعها يعني. كانوا في الاجواء العاديه، لكن هي المفروض بس هي ايه تبقى موجوده حاجات عشان عيب ما يكونش موجود يعني. هي بترمز برضو يعني قوه العيله، ان انت عندك عندك كده طبعا. احنا اغنياء يعني اكيد، حتى لو انت مش هتستخدمها بس انك عندك، زي توت عنخ آمون في المقبره بتاعته كده. كان عنده ايه؟ كان عنده 100,000 قطعة، مش عارف هيعمل بيهم ايه يعني. هو الراجل روح خلاص مات، محتاج ده كله ايه؟ كان عنده طبق فيه عسل، طب انت هتقوم تاكل بس زي دي الكارتشر. كل حاجة، لكن كل حاجة حقيقي هنا كانت بسيطة لكن جميلة. هو ده البيت العصري. أنا بصراحة أحب إن أنا أعيش في البيت العصري كده، وكل حاجة قريبة، كل حاجة سهلة.
الحمام ده عاوز ان الواحد ياخد الاول يروح على السنتر ياخد كورس تعليمي كورس تعليم كده زي ما مثلا بتعلم مثلا اسبانيول ياخد كورس اسبانيول او انجليش كورس انجليش ده برضه عشان هتستعمل تويلت في اليابان تاخد بقى الكورس بقى عشان تدخل في حاجات بتشتغل لوحدها توباتيك وفي حاجات زراير كده اهو هي بس ان احنا نقطة الخلاف اللي الواحد انا لغاية دلوقتي عايز اعرف يعني in case باز اللي هو جاز اللي مين اللي هيصلحه يعني عادة احنا بيبقى فيه سباك بلمبر ولا ان هيبقى الوضع مختلف هنشوف information technology مثلا engineer يعني يجي لان العملية اصلها زراير وديجيتال وبوش بوتون وانا مش متعودين على بوش بوتون كمان الاجهزه اللي هي الثانيه زي الرايس كوكر مثلا الانتركم الرايس كوكر والانتركم بس واحد بيكون جوه في بياخد شاور وده مهم جدا يعني انا مثلا ممكن ادخل في بيتنا انسى فوطه وعايز بورنص زياده فاضطر ان انا اطلع وبهدل الدنيا واغرق الدنيا وافتح الباب يا جماعة يا هلال اللي هنا يعني بعتوا لي مش عارف ايه ممكن يبقوا هم مش فاضيين كله بتفرج سلمتوا بقى عملية صعبة لكن الانتركام ده حقيقي يعني مودرن قوي ومريح جدا والمكان بتاع شغل انك مش جوه البانيو ده يعني مش عارف يعني طب البانيو وجميل طب استخدامه ايه لا انا ما عرفت بعد كده ده كأنه مثلا واحد هيعمل ريلاكسنج مثلا في سولت ووتر او ممكن يستخدم كجاكوزي مثلا في بعض الاماكن لا هنا الواحد ياخد شاور بره البانيو والميه ما بتقعدش ثانيه كل حاجه بترجع نيت تايدي جروم اند كلين اند دراي كل حاجه المساحات مش كبيره لكن المكان واسع جدا فده طبعا الديزاينرز اللي عملوا الاماكن عارفين يحطوا حجم ايه في اتجاه فين وكده يعني انا مثلا في بيتي هناك اخطأت طبعا الحاجات دي انا عرفتها بعدين وعرفت اكتر لما جيت هنا الغريبه لما هو جيت كده في الريسبشن وما فيش ريحه ما فيش ريحه انا ما اعرفش الفنتيليشن طبعا معموله ازاي كل حاجه ما شاء الله الغريب ان في عربيات كبيره سواء كان في تراكس او في عربيات صالون بتاعت ناس بتمشي من نفس المكان ده بس بيمشوا ازاي وكمان وفي بايكرز على اللي هو كل معظم الناس هنا والنساء خاصة يعني كلهم على على يعني عجل عندنا العكس في مصر بالذات البنات ما تركبش عجل لا 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 هنا هنا كله وحاجة جميلة جدا ان هي الام طبعا شكلهم امهات وابنها على كورس وراء وجميل جدا مفيش الديزاين ده صح في مصر عندها عجل عادي بتاع رياضه بس هم كمان هنا بروفيشنال بايكر يعني انا بشوفهم انا بركب عجل انا متهيألي يعني انا رغم ان انا بركب عجل انا من وانا طفل يعني بقالي اكتر انا من 60 سنه انا بركب عجله لكن لو ركبت عجل هنا الناس هنا ماشيين عادي لا انا هبقى خايف هبقى كده كونشس شويه وانا بتفاجئ بقى ومش خلاص ابدا ابص ورايا لو كنت في حد تاني لا مفيش صوت خالص مفيش أكيد. صوت الا هم زي ما انا قلت بس الصوت الوحيد اللي انا بسمعه عربيه الاسعاف او لو في عربيه شرطه في ماشيه في حاجه معينه حروف وشفت حاجات انا سالت بنتي على حكايه ايه الاحرف ده فقالت لي ده مثلا زي تحديد ان هنا ممكن يكون في تحت يكون في ماسوره ميه او كيبل كهرباء او غاز امتداد غاز فلو حصل اي حاجه ما فيش زعبه يكسروا كله لغايه لما يوصلوا اللي يبقى فيه مثلا في مشكله في الغاز في هنا يقف جميل جدا وكل حاجه واضحه سواء كانت ساينس او كان كتابه كل حاجه تشوفها بسهوله
واضحة جدا وما فيش حاجة Okay, credit to the owner of the video. And about the video, it is basically a comparison of Egypt and Japan and what a person feel. For example, he or she've been to the country Japan already. So it feels like you don't want to go back to your own country because of the conveniency and everything that you've seen in Japan and experience. Everything he said are legit. Even me, even us, we love to, you know, to live in Japan for the rest of our lives because of the conveniency, the system, as I have said. And it's just that Japan is a small country, but so clean. You know, very clean and organized. I love a country with a very disciplined, you know, mindset and a very honest, you know, people. Right. And even though we haven't been to the country yet, we already wanted to stay there. So how much more if we are there already? Yes. Right. Arigatou gozaimashita.